مصاري والله هذه يا عم. عمر ابني 5 ايام، 5 ايام عمر ومطر وكب، ولا واحد مدور علينا، ولا واحد قال لك تعال يا عم خذ شادر، تعال شوف حد، هاي زي ما انت شايف، شوف المي، شوف المطر، شوف، ولا فيش حل ولا في اي حاجه. بتبهدلنا، بس بدنا ايش؟ ايش هلستنا؟ هاي شايف، طلع عليه. نايليه جبناها من الشارع غطيناها فيها، وانت شايف كيف؟ مش عيشه هاي، مطر طول الليل هي بتنزع علينا مي، يعني البهدله اللي تبهدلنا اقسم بالله في حياتنا يمكن ما نشوف زي هيك تبهدل. احكي طبعا بتكلم لحالها بدي شنو عشان ايش الامور تكون هلا